نشوف مشهد للإشراق. يا الله مش لا مشهد عادي مش كواليس. ألفت هذه تخوف والله. مش كواليس لا فعلا أي عادية النقلة هذه. بات نمط الحياة الصحية مطلب الجميع صغاراً وكباراً، ولكي ننعم بحياة أفضل لابد من اتباع الطرق الطبية الصحيحة والسليمة. قناة السعيدة تسلط الضوء على أساليب الحياة الصحية وطرق الوقاية السليمة والعلاج، وتقدم نصائح عديدة من خلال آراء الخبراء الذين تستضيفهم في كل لقاء. برنامج طبيبك بين يديك يساعدك لتعيش حياة أجمل، والذي يعرض لكم خلال شهر رمضان المبارك. احنا ما مسكناش نديلك. انا اعترض. بس خلينا طب. انا اعترض لانها دكتوره. ما احنا رسميين. انا اعترض يا اما قد بلاوي الكل يا اما استروا على الكل. احنا ما معناش بلاوي. يعني ما معناش بلاوي. الابره مقبوله. انا اعترض. البرومو عاملين حسابنا يوم تصوير البرومو هذا. ايضا انا كنت موجود. كنت متخوفه جدا من المكان. لانه فعلا اصلا يعني في مسبح طبعا. تخيلوا يعني البرومو هذا في مسبح. البرومو اصلا في مكان مسبح، احنا قلنا يلا بيكون مقارب مسبح وصدى مسبح مغلق. ايوه كنا خايفين يطلع الصوت يطلع عليه. كان الموضوع مقلق. تخيلوا كان واحد طحس لوسط المحن. فعلا كان الموضوع مقلق. وبعدين بدكم تشاهدونا في رمضان. هذا طبعا لا والمصور يتحرك ولازم يعني اللي جهزوا لك المقاطع هم المعدين عبير على وجه التحديد ومعها عصام القدسي. اذا انا اشكر نطالب باعاده الحلقه اعاده التصوير. اشكر عبير واشكر عصام.